لو ناوي تشتري فلتر مياه فانت قدامي اختيارين، اما انك تشتري فلتر براند او فلتر تجميع محلي. طيب ايه الفرق بينهم وايه المميزات والعيوب؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في فيديو النهاردة، فلو مهتم كوباية الشاي او القهوة اللذيذة يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنوضح الفرق بين الفلتر البراند والفلتر التجميع المحلي، وإيه الأفضل بينهم وإيه المعايير اللي أنا أختار من خلالها. كلمة براندنج أو براند دي معناها إن في ماركة مشهورة لدرجة كبيرة، لدرجة إنها تخطط حاجز المحلية وبقت عالمية. يعني مينفعش اقول على ماركة باتا بتاعت الأحذية زمان ان ده براند، لان رغم انتشارها الكبير في الاوساط المصرية الا ان محدش يعرف عنها اي حاجة خارج القطر المصري، فمقدرش اسميها براند. ولو حابب ان انا اسميها براند يبقى انا بقول عليها براند مصري. اما اديداس او نايكي او اي ماركة من الماركات المشهورة، ده براند مشهور في كل حتة في العالم ودول كتير جدا. طيب هل في فلاتر براندات في مصر؟ موجود. هل في تجميع محلي في مصر؟ موجود. وهل في فلاتر تصنيع مصري؟ موجود. هقول لكم أمثلة بس في نهاية الفيديو. بس الأول لازم نعرف إيه الفرق. أولاً جودة المنتج. البراند بيتميز إنه نفس الخامات بالظبط. يعني لو اشتريت قطعة واحدة زي 1000 قطعة، كل القطع شبه بعض بالظبط، نفس الخامات بالملي. كذلك لو اشتريت براند عالمي موجود في مصر هتلاقيه بنفس المواصفات بالظبط في أي دولة من اللي بيبيع فيها البراند. يعني لو اشتريت فلتر براند في مصر هتشتريه نفسه هو هو في تركيا، نفسه هو هو في الامارات، نفسه هو هو في اوروبا، هيبقى نفس المواصفات بالظبط. الحاجة التانية ان البراند مش اي حد يقدر يشتغل فيه، او بمعنى ادق بيبقى ليه مستورد واحد بس وبيبيعه من خلال توكيل او عقد وكالة. وطبعا العقد ده بيكون فيه شروط، اهمها انك تحفظ قيمة البراند وما تقلش من قيمته، لاننا زي ما احنا عارفين الحاجة اللي تكون منتشرة بشكل كبير سهل جدا انها تتضرب. بالنسبة للنقطة دي، الفلتر اللي متجمع داخل مصر اي حد يقدر يشتريه واي حد يقدر يتداوله، الا اذا طبعا لو حد عمل براند مصري وعمل له عقد وكالة، في الحالة دي نقدر نقول عليه براند مصري ولكنه مش براند عالمي. وطبعا زي ما قلت لكم هذكر لكم امثلة ونماذج في اخر الفيديو. النقطة الثالثة، البراند ما ينفعش تعدل عليه، بمعنى أصح ما ينفعش تحط له شمعات أو تعدل في تكوينه أو منظومته، لأنه بيبقى جاي استامبة واحدة أو فورمة واحدة وممنوع إنك تعدل عليه. يعني على سبيل المثال لو في براند مثلا 5 مراحل أو 6 مراحل، مش من الصح إنك تضيف له مراحل زيادة، لأن الشركة أو المصنع بيبيعه كده في كل دول العالم، وأغلب الأحيان البراندات بتمنع الموضوع ده. أما التجميع المصري تقدر تعدل فيه، تقدر تحط أوبشن زيادة، تقدر تضيف قطع زيادة، تقدر تعلي من إمكانياته، ودي ميزة كويسة جدا للتجميع المحلي. طبعا النقطة دي معمولة في البراند عشان هو بيديلك ضمان على كل قطعة في المصنع، وبيختبر الجهاز كبس هواء ضد التسريب وعيوب الصناعة وهو في مصنعه في بلاده. يعني البراند بيجيلك في كرتونته من بلاده، بعكس التجميع المحلي بيكون متجمع هنا ومعمول له كرتونة هنا. آخر نقطة وأهم نقطة، إن تسعير التجميع المحلي غالبا بيكون أقل كتير من البراند، وطبعا لأن البراند زي ما قلتلكوا بيكون جاي حتة واحدة من برة، فبالتالي تكلفة الوزن أو الشحن بتاعت القطعة كاملة في الجمارك بتبقى أغلى بكتير لو جبت قطعة لوحدها وجمعتها هنا في مصر. وده ما يمنعش إنك لو حبيت تجمع فلتر بمواصفات كويسة وعالمية ممكن سعره يقرب لسعر البراند. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا، هل نقدر نجمع فلتر بمواصفات عالمية داخل مصر؟ بالفعل نقدر نجمع مواصفات عالمية داخل مصر، وعشان كده بنسميه براند مصري، لأن اللي مجمعينه مهتمين بالجودة. لكن أغلب اللي موجود في السوق تجميع مصري سيء جدا، لأنه بيتجه لاتجاه تاني إنه هو عايز يخفض التكلفة بأي شكل من الأشكال، فبالتالي بتلاقي فلتر رديء جدا ومواصفاته سيئة جدا. لكن بفضل الله الفترة الأخيرة السوق بدأ يتجه ان هو يجمع منتجات جيدة ومنتجات صحية، وده بفضل الداعمين للمجال والمهتمين بالجودة في مجال معالجة المياه. يبقى احنا كده في الفيديو ده عرفنا ان في براند مصري وفي براند عالمي وفي تجميع محلي رديء. يعني في 3 درجات، ممكن تشتري براند جاي من بره بالكامل استيراد وتجميع الخارج، وممكن تشتري منتج مستورد بالكامل ولكن تجميع محلي، وممكن تشتري منتج معمول فيه قطع مصرية كتير وتجميع محلي. انا مش بنصحك بالحاجة التالتة، ممكن تختار ما بين التجميع الخارجي اللي هو المستورد واللي انا بفضله طبعا، وممكن تختار براند تجميع مصري، لكن تدور الاول عن اسم الشركة وعن العاملين بالشركة، هل الناس دي بتهتم بالمجال ولا لا، هل الناس دي بتفكر في الجودة ولا لا.
ومن أمثلة البراندات العالمية اللي موجودة في مصر براند زي بيوريكام طبعا تايواني، وبراند زي كنت شركة هندية، وبراند زي أكوا تورك التركي طبعا. طبعا كل براند أو علامة من دول ليه موديلات كتير جدا زي ما قلت لكم في أول الفيديو. ومن ضمن البراندات اللي موجودة داخل مصر وكويسة جدا في أسماء كتير لا حصر لها، ولكن على سبيل المثال للحصر هايبر ووتر وكليريتي. ولو عايز تعرف انواع اكتر متميزة وجيدة انا عملت فيديوهين عن افضل انواع الفلاتر، هسيبه لكم ان شاء الله في وصف الفيديو. ولو وصلت معايا لنهاية الفيديو ومحتاج تسأل عن جودة فلتر او نوع معين اكتب لنا في التعليقات او راسلنا على الواتساب انا سايبه في وصف الفيديو، وابعت لنا الصور وان شاء الله هنقول لك على تفاصيل نوع الفلتر ده وهل هو براند مصري ولا تجميع ولا براند عالمي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.